أما بالنسبة لأخبار المحافظات، ففي محافظة سوهاج تم تخصيص 190 سرير عناية مركزة ومتوسطة بالمستشفيات الجامعية. في الشرقية تم تقديم الخدمة الطبية ل 2425 مريض في قافلة طبية ضمن حياة كريمة. أما في الدقهلية فأكثر من 100,000 سيدة استفادت من خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية. وفي محافظة المنوفية تم إدراج مشروع المركز الطبي بالسادات للخطة الاستثمارية. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية من محافظات مختلفة هنعرفها في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في سوهاج تم تخصيص 190 سرير عناية مركزة ومتوسطة بالمستشفيات الجامعية، حيث تعمل جامعة سوهاج على التوسع في أقسام العنايات المركزة عن طريق زيادة عدد الأسرة لاستيعاب الأعداد المتزايدة وتوفير العناية الفائقة للمرضى المترددين من داخل وخارج المحافظة. في الشرقية نفذت مديرية الصحة قافلة طبية علاجية شاملة بقرية بردين بمركز الزقازيق ضمن مبادرة حياة كريمة. اشتملت القافلة على 11 عيادة بها 10 تخصصات طبية، وقامت بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 2425 مريض من أهالي القرية مع صرف العلاج اللازم ليهم بالمجان. في البحر الأحمر استقبل مطار مرسى علم الدولي 31 رحلة طيران دولية أوروبية ضمن 147 رحلة بيستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من أمس السبت حتى الجمعة المقبلة، وبيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين فور وصولهم أرض المهبط حتى توصيلهم لمحل إقامتهم. في الدقهلية أعلنت المحافظة إن إجمالي عدد المستفيدات من خدمات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية اللي تم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة بلغ 100,836 مستفيدة في كافة مجالات صحة وتنظيم الأسرة، وده من خلال كافة وحدات الخدمة بالمستشفيات العامة والمركزية والمراكز الصحية الحضرية ورعاية الأمومة والطفولة ووحدات ومراكز طب الأسرة. في المنوفية أعلنت المحافظة أنه تم موافقة وزارة الصحة على إدراك تنفيذ مشروع المركز الطبي بعمارات الإسكان الاجتماعي بمركز السادات بمنطقة الصوامع، وده ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024-2025. في الغربية أكدت مديرية التضامن الاجتماعي أنه تم استلام 508 فيزا تابعين لبرنامج تكافل وكرامة للمستفيدين الجدد، وتم البدء في توزيعهم على الإدارات بالمراكز والمدن لتسليمهم للمستحقين. في قنا أكدت المحافظة أن معدل المواليد انخفض خلال شهري يناير وفبراير 2024 مقارنة بأعداد المواليد خلال الفترة نفسها من العام الماضي بعدد 1070 مولود، وبيأتي ذلك من خلال تفعيل دور العيادات المتنقلة وقوافل الصحة الإنجابية والتوعية بأهمية تنظيم الأسرة.